واضح أن حلم تنظيم المغرب لنهائيات كأس العالم 2026 انتهى حتى قبل أن يبدأ. فالأخبار القادمة من إمبراطورية الفيفا تقول أن اللجنة المكلفة بتقييم الملفين المرشحين اشترطت في المدن المستضيفة لهذه التظاهرة أن لا يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، وأن تكون مطارات البلد المستضيف قد استقبلت ما يزيد عن 60 مليون زائر سنوة، وهما الشرطان اللذان لا يتوفران في المغرب، ما يعني أنه الملف المغربي لم يبلغ مرحلة التصويت أصلاً. الغريب في الأمر أن الجامعة المغربية تقول أنه لم تكن لها أي دراية بهذه الشروط، وإن صح هذا فذلك يعني أننا أمام تحيز واضح من طرف الفيفا لصالح الملف الثلاثي الأمريكي الكندي المكسيكي، ويعني أيضا أن الفيفا لا يمكن أن تضمن نتائج التصويت الذي قد يذهب لصالح المغرب، خاصة وأن مجموعة من الاتحادات الوطنية استطبقت الحدث بدعمها العلني للملف المغربي، فكان بذلك لابد من فرض بعض الشروط التعجيزية التي تقف حاجزا أمام وصول الملف المغربي لمرحلة التصويت، خاصة بعد اعتماد مبدأ التنقيط وفرض النقطة الموجبة للإقصاء.